استنوني هنيك. أخي مصطفى تفضل. السلام عليكم. لك وينك يا زلمة؟ اشتقنا لك. شو أخبارك؟ منيح؟ حبيبنا كيفك؟ ما شاء الله الكل سلام. طالعين مثل فريق عيلة كليلة. ايه وهون صار في معنا لاعب جديد ضمن التشكيلة. ايه بس أنا جاي لهون بعقد احتراف مع النادي. هات قلي شو المشكلة؟ ولا شي. قدرينا أنك ترفعت فقلنا منجي منبارك لك. ايه ولقيناها مو حلوة، نجي لعندك ومو جايبين معنا شي بنوب. اه بس ليش معذبين حالكم هالقد؟ مو بيناتنا؟ ما في شي. من ايمتك انك كم واحد ازعر؟ تسلى فيهم. القصة مو مزحة. قصة شو؟ الجماعة رح يقدموا شكوى ضدكم، إذا اشتكوا رح تكبر القصة. لك نحن اللي بدنا نقدم شكوى، ليك شو عاملين بالشباب؟ لك ضلوا يضربوهم لنزعوا لهم الواجهة. حاجة تقول ضربونا أخي بكفي، سجلوها بالمحضر خناقة وبلا فضايح. طبعا يا بطل، بسيطة ومنقول رجعنا أخذنا حقنا منهم. بس الجماعة تشوهوا طاهر. لا مو هيك الموضوع، بدك الصراحة هن تقدموا، يعني اللعب على أرضنا وبين جمهورنا وسجلوا نقطة، فأنا بدي منك كل بوكس كانوا عم ياكلوه تحسبوا نقطة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس أعطيك الأوكي حضرتك بتروحي وبترفعي الدعوة بالأدلة يلي معك. ماشي. معقولة إنك تحط أم ابنك بالسجن؟ خاصة إنه هيك تهمة رح يكون حكمة كتير كبيرة. يلا الله معك أستاذة، بتصل فيكي بهالكم يوم. جميل بيك طمني عنك. منيح منيح أكيد طبعا. بس إمتى بتجهز كل الأمور معك؟ عن جد معناتها بنطر اتصالك. بدي قلك ارجعي زورينا، بس مشكلتي جميل. بعرف يا خانم. مرجاني رح تضلي عم تحاولي تمشي مو؟ ايه طبعا. وقت شفتك عم تمشي كتير فرحت. رح ضل عم حاول بدون تعب. كل شي رح يكون أحسن. يلا بخاطركم. خلينا نفوت. نفاس؟ ألو نزار؟ أنت وينك بالبيت؟ لا والله أنا بالسوق هلأ. في شغلة حابة أنه أحكي معك فيها، فيني شوفك؟ لكن تعالي لهون منقعد بشي كافيه ومنحكي شو ما بدك. تمام جاي فورا. تفضلي. شو مين حضرتك؟ يا أهلين وسهلين بسنية خانو. عزمتوني على العشاء لعندكم وطعمتيني من أكلك وحكينا وضحكنا أنا وولادي وأنقذت حفيدكم. وشو هاي الورقة؟ شو اللي كاتبه؟